هل يجوز اتباع جماعة الدعوة والتبليغ في كل الأمور؟ جماعة الدعوة والتبليغ تبليغ جماعة السنة وممن يجتهد في الدعوة والبلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب موالاتها ومحبة أفرادها والتعاون معهم على البر والتقوى في الدعوة إلى الله، ولهم حسنات كثيرة وفضل عظيم بعد فضل الله على كثير من العصاة، فتحتاج الأمة إلى كل الجهود التي لا تخالف الشرع، وإن كان من شيء يلاحظ عليه فلا أن نتحفظ تحقيقا للمصلحة. ولكن مع الأسف ابتليت هذه الجماعة بالشرخ وشق العصا والصف من قبل بعض المفسدين والمبتدعين، فانقسمت. فنقول لمشايخ التبليغ: اجمعوا كلمتكم ورصوا صفوفكم وواصلوا في جهدكم وادخلوا المقاهي ودور المعصية لتأخذوا بأيدي إخوانكم من العصاة، والأمة تتعاون فيما بينها كل يجعله الله تعالى على خير. العالم العربي والإسلامي بل والعالم الغربي كذلك. طبعا هذه الصحوة تتميز بعدة توجهات، بينما ذكرنا في توجهات أخرى، توجهات من نوع آخر وهي تعمل أيضا للدين، فهذه تعمل في مجال العلم والتعليم، وأخرى ترى أنها ليست أهلا لتعلم الجزئيات، وأن علم المسائل يصعب عليها، وأنها تركز حديثها على ما يقوي الإيمان وعلى ما يقرع الآذان من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، فانبرت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الأمور الأساسية كالصلاة والإيمان بالله والمحافظة على الجماعة ونحوها، فصارت تنشط في المساجد أو خارج المساجد أو وهي تطرق أبواب الناس. وهؤلاء لا شك أن لهم حسنات عظيمة ولا يجوز إنكارها، وهم من جماعة الدعوة والتبليغ، وقد أثنى كبار العلماء عليهم وذكروا حسناتهم. والعصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي نعتقده وندين لله به أن جميع البشر يخطئ ويصيب، وأن كل الجماعات الإسلامية الموجودة في هذا الصف وهذا الخندق لها حسنات ولها سيئات، لها صواب ولها أخطاء بلا شك، وإلا لقلنا هؤلاء أنبياء لا يخطئون. وهذه الطائفة اهتدى على أيديها خلق كثير عندهم جرأة وقدرة على النزول إلى الساحة، على اختراق الأسواق، على دخول المقاهي، ما لا يستطيعه العلماء أو الدعاة البارعين أو حتى المتحصنين بكثير من العلوم. هؤلاء تحتاجهم الأمة قطعا، لا نستطيع أن ننكر فضلهم، ولكن يبقى الخطأ الذي في الفرد أو في الجماعة يصحح فيما بيننا دون تشهير ودون فضح ودون إظهار ودون شماتة ودون تضخيم كذلك ودون حكم عليهم بالخروج من الملة أو الخروج من السنة. يقول الثوري: إخراج الإنسان من السنة ليس بالأمر الهين. يقول شيخ الإسلام: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة، فضلا عن إخراجه من الإسلام، فضلا عن إخراجه من الإسلام. لكن يأتي شخص فيستعمل حديث افترقت الأمة على وستفترق أمتي على 73 فرقة، فإذا سلمت علي أنت من 73 لا أسلم عليه. والله بعضهم صار يمشي كل ما سلم عليه شخص يقول له أنت 73 امشي، أنت 73 حتى لقب 73 أو 73 جاء واحد والله لم تنبت له لحية في بلاد المهجر، عمره 15 سنة، يعني كان في أحوال يبيع المخدرات ويشربها، اهتدى بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي هذه الجماعة، فصار يصلي وعلى طول جره المداخلة. بعد ذلك جاءني إلى المسجد يسألني سؤالا حيرني، يقول: بالله يا فلان مش نسألك، تفضل قل إذا لقيت من ظاهره الإسلام. شنو من ظاهره الإسلام؟ يعني عربي نسلم عليه ولا ما نسلم عليه، يعني هل الأصل فيه السلام ولا الأصل أنه من 73؟
شنو؟ شنو سلم عليه ولا الأصل من 73؟ هل أسلم عليه أم أنه الأصل فيه 73؟ يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من الغلو الفكري نعوذ بالله. في هذا الصف نجد طائفة أيضا أبلت بلاء حسنا في المجال السياسي وصبرت وتجلدت وتحملت من أجل أن تضمن لهذا الدين صوتا على المستوى الرسمي، ورأت أن ذلك من الضرورة بمكان من أجل أن يحفظ العمل الدعوي، ولم يجدوا بدا إلا أن يخوضوا المعارك السياسية، وهذا ظهر منذ السبعينات أو قبل ذلك منذ الستينات. وتكلم العلماء في هذا الحراك السياسي الإسلامي بين مؤيد وبين رافض، ولكن دارت الأيام وكثير من أهل العلم قد عاد عن فتواه، وصار بعد أن كان يحرم مثلا مسألة الانتخابات يفتي بالوجوب، من بينهم أئمة الدعوة اليوم، حتى أئمة الدعوة السلفية، وهذه فتاويهم مسجلة عليهم بالصوت والصورة والصوت والحرف، وذلك ضرورة. فلا يأتي شخص يقول لا هذه بدعة هذه كفر، يقول هذه ضرورة. طيب لو لم نفعل ذلك ماذا سيكون الحال؟ لن تجدنا في هذا الجامع، أراكم في الاستاد، أراكم تشجعوا في النادي الشخصي، هاو صحيح. إذن كونوا فقهاء بواقعكم، الضرورة تدعو إلى ذلك، ولهذا لا يجوز أن يكرر هؤلاء الخطأ الذي ارتكبوه في المرحلة الأولى، لا يجوز أن يتركوا الفرصة لغيرهم، ثم إننا نعتبر ذلك من الشهادة في الإسلام. هذا رأيي في المسألة. والله يقول ولا تكتموا الشهادة، وأنت تشهد لشخص من بين مجموعة أنه الأجدر والأقدر والأولى، والله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فهذه شهادة. فإذا كتمت الشهادة يعني أنك